ازيكم عاملين ايه؟ احب اعرفكم بنفسي، انا اسمي حسن حلمي، خريج اعلام دفعة 2017. نخش في الموضوع على طول. بالصدفة بقلب في الفيس لقيت حملة جديدة ومختلفة، والجميل في الموضوع ان الحملة دي عاملينها طلبة اعلام. بس قبل ما اتكلم عن الحملة تعال اسألكم كام سؤال مهم. كم واحد فيكم عنده حلم ونفسه يحققه وطموح بيسعى ليه؟ طب كم واحد فيكم فكر ان حلمه مستحيل يتحقق عشان ما معوش واسطة؟ ولا كم واحد فيكم خايف انه خاطر عشان يحقق حلمه؟ طب كم واحد فيكم استغنى عن حلمه مع اول وقعة في طريق تحقيق الحلم؟ لازم تعرف ان طريق الالف ميل بيبتدي بخطوة، واول خطوة في تحقيق حلمك انك لازم تبدأ، لازم يكون عندك ارادة، لان الارادة بتصنع المستحيل، وده اللي بتهدف ليه حملة بدال اللي عاملينها طلبة اعلام قسم علاقات عامة جامعة 6 اكتوبر. انها بتشجع الشباب وبتعرض نماذج لشباب صغيرة وناجحة، ومن خلال النماذج دي عايز اتوصل لكم رسالة: اسعى وعافر واجتهد، ولو وقعت قوم وقف تاني، واوعى تستسلم وتتخلى عن حلمك، لان للنجاح اسباب وللفشل اعذار. وعشان كده انا بدعم حملة بدال عشان هي تستحق اننا كلنا ندعمها، وعايز كل اللي هيشوف الفيديو ده يدعمها ويشجعها، خش عندهم على البيج بتاعتهم، خش يتفرج على الشباب الجميلة اللي كلهم طاقة وحيوية، يمكن تكون حافز ليك انت كمان عشان تبدأ. وعايزكم تكتبوا في الكومنتات هاشتاج انا بدعم حملة بدال.